السلعه دروكا شويه كاين الثمن، البقري ديري ليه 90 درهم، الغنمي 100 درهم، الكفته 100، ولاني هاد الشيء هذا اللي خدامين به غادي بينا الهاويه، ما غاديش بينا المعقول. هاد الشيء هذا دروكا عباد الله واكله فيه العصا بزاف. الغنمي اسيدي تنجيبو من الكرنا ب 90 درهم 92 درهم باش يجي من الكرنا، وهنا تنبيعوه ب 100 درهم. الا شاطو لك هي الضلوع مثلا بحال هاد الضلوع، هاد البوسويطات هادو وهاد الطليعات هادو نتاعو هنا ما تيبيعوهمش الناس بزاف. الا شاط لك مثلا 200 غرام ولا 300 غرام في البهيمه تتاكل فيها نتا العصا، تتولي ما مستافدش من البهيمه كلها، واخا تبيعها ب 100 درهم. مثلا الكفته الا بغيتي توجدها خصك تسوس لها هاد الطليعات هادو، بحال مثلا هاد الطليعه هادي نعبروها بثمن اللحم، مني نحيدوا لها العظام ونطحنوها نديروا لها ثمن الكفته تتخص فيها الفلوس، تتخص واحد الكميه اللي هي قاصحه على المعلميه بزاف. وهاد الشيء هذا تنطلبوا من الله التيسير ولا لا يلاه واكل العصا. الكبده انا عام سيدي دايره 140 درهم هي، والقلب دايره 150 درهم بوحدها، والكرعينه دايرين 120 درهم للكرعه نتاعو العجل. شي حاجه غليظه مليحه، كاينه شي حاجه راه واصله، كاينه شي وحدين دايرين لهم 130 140 على حسب عباد الله اللي تتشري السقط. حنا دروكا تنجيب حويب بوحدنا، ما تنشريوش الكيلو ولا تنذبحو بوحدنا وتناكلو العصا واخا دابحين بوحدنا. ودروكا المواطن اش نقول لك، 50% تتقدا و 50% تسمع الثمن وتزيد الاغلبيه. وحنا دروكا خدامين مع الناس الفقراء، ما كاينش مع من تبيع وتشري. الغني تيجي عندك تيدي مثلا 2 كيلو ولا 3 تيغبر عليك سيمانه ولا 15 يوم. الفقير تيجي عندك ديما على 20 درهم على 30 درهم، انت تحاول توفي لي، انت وليتي واكل العصا من جهه اخرى عاوتاني. تتبقاش تصور هذاك الشيء اللي كنتي فاش كانت السلعه رخيصه تديرها هكاك، هذيك الساعه الجزار تيصور شويه والكليان تياكل حتى هو شويه. دروكا واكلين العصا، السبب الرئيسي ما عرفوش المعلميه بروسهم وما عرفوش. السلعه ناقصه في السوق بزاف، ما كايناش الكميه الكونتيتي اللي تيديو الجزاره. دروكا الجزار تيمشي للسوق الاسبوعي تيجيب السلعه، فاش تيجيبها تيلقاها طايحه عليه بواحد الثمن اللي هو خيالي. ما خصوش مثلا اليوم تتبيع ب 90 درهم غدا عاوتاني تصبح تقول لهم 100 درهم، ما غاديش تقدر. داكشي باش صابرين عباد الله العصا وغاديين مع اللي قال واحد مع الخدمه هي هذيك وهو هذاك. واخا واكلين العصا صابرين، تيحل الله ما بغيناش نسدو.